تطبيق 4 دال صفحة 139. السؤال الأول: اتضع وجود ثقب في أحد جوانب خزان ممتلئ بالماء وهو مفتوح على الفضاء، يقع الثقب على مسافة 16 متر، إذا H تساوي 16 متر تحت مستوى سطح الماء. إذا كان معدل تدفق الماء اللي هو دلتا V على دلتا T، معدل التدفق يساوي 2.5 × 10⁻³ على 60 متر مكعب لكل سكند، فما ألف سرعة اندفاع الماء من الثقب اللي هي V1، ب قطر الثقب، قطر الثقب اللي احنا بنسميه دي. الآن حتى نطلع V1 كما في أحد الأمثلة الموجودة في الكتاب، لنأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية. أول شيء أنه طبعا ألف الضغط الأول يساوي الضغط الثاني، كون هذا عبارة عن خزان وفيه ثقب، وكلا الخزان والثقب معرضان إلى الضغط الجوي، فكلا ضغطهما يساوي الضغط الجوي اللي هو P0. أيضا بما أن الثقب صغير جدا وهبوط الماء بطيء جدا، أيضا بدنا نعتبر V2 تساوي 0. في مثل هاي الأسئلة نأخذ دائما الاعتبارات التالية ونطبق معادلة برنولي: P1 زائد نص رو في V1 تربيع زائد رو في G في H1 يساوي P2 زائد نص رو V2 تربيع زائد رو في G في H2. الآن بما أن B1 و B2 كلاهما يساوي الضغط الجوي، إذا نستطيع إهماله من طرفي المعادلة، وبما أن اعتبرنا F2 أو V2 تساوي 0، أيضا نستطيع إهمال هذه من طرف المعادلة، فتصبح عندنا المعادلة نص رو V1 تربيع زائد رو في G في H1 يساوي رو في G في H2. الآن وبعادة ترتيب المعادلة تصير عندنا نص رو V1 تربيع يساوي رو في G في H، طبعا رو في G نأخذ عامل مشترك في H2 ناقص H1، وتساوي هاي رو في G في H على اعتبار انه ارتفاع الماء فوق الثقب اللي هو معطيني 16 متر يمثل H2 اللي هو ارتفاع الماء في الخزان كاملا ناقص ارتفاع الماء أسفل الثقب، وبالتالي بيعطيني اللي هو H. كما طبعا هذا نرجع ل اللي هو المثال الوارد في الكتاب صفحة 138 لحل أو لاشتقاق هذا الاشتقاق. فبالتالي الآن بصير عندنا إنه نص رو V1 تربيع يساوي رو في G في H، رو مع رو بتروح، وعندها V1 تساوي الجذر التربيعي لـ2 في G في H. الآن نعوض وتساوي 2 في G 9.81 في H اللي هي 16 الكل تحت الجذر. بضرب الأرقام هاي بيطلع عندي اللي هو 18 متر لكل سكند، 18 متر لكل سكند، هاي سرعة اندفاع الماء من الثقب. الآن قطر الثقب بما انه معطيني اللي هو دلتا V
على دلتا تي هو معدل التدفق. معدل التدفق يساوي A1 في V1 ويساوي A1 بار في R1 تربيع مضروبة في V1. هذا الكلام يساوي دلتا V على دلتا تي اللي هو 2.5 في 10 أس ناقص 3 على 60. الآن احنا في هذا المطلوب بدنا D وليس R، فD أو R بتساوي D على 2، نصف القطر يساوي القطر على 2، وبالتالي هذا الكلام يساوي باي في D على طبعا D1 على 2 الكل تربيع مضروب في V1. الآن احنا بدنا D1، إذا المعادلة نعيد ترتيبها، D1 تساوي 2.5 في 10 أس ناقص 3 على 60 على باي على V1 مضروب هذا الكلام في 4 الكل تحت الجذر، ويساوي 4 في 2.5 في 10 أس ناقص 3 على 60 في باي في V1 اللي هي 18 متر لكل ثانية الكل تحت الجذر، وتساوي بإجراء الحسابات بيطلع عندنا هذا القطر يساوي 1.7 بالعشرة في 10 أس ناقص 3 متر. هذا هو قطر الثقب. السؤال الثاني ضمن نفس التطبيق، ينساب سائل كثافة السائل رو تساوي 1.65 في 10 أس 3 كيلوغرام لكل متر مكعب داخل قسمين أفقيين. إذا الأنبوب خلينا نعتبر بهذا الكلام أفقي، قسمين أفقيين متصلين من طرف إلى آخر في شبكة أنابيب. مساحة المقطع العرضي للقسم الأول إذا A1 يساوي 10 سنتيمتر مربع، وسرعة انسياب السائل V1 يساوي 275 سنتيمتر لكل سكند، وضغطه P1 يساوي 1.20 في 10 أس 5 باسكال. إذا كانت مساحة المقطع العرضي للقسم الثاني A2 تساوي 2.5 سنتيمتر مربع، فما ألف سرعة الانسياب في القسم الأصغر اللي هو V2 وباء الضغط في القسم الأصغر اللي هو P2؟ طبعا بما أن الأنبوب أفقي، الآن حتى نطلع V2 بدنا نستخدم معادلة الاستمرارية. إذا ألف معادلة الاستمرارية A1 في V1 يساوي A2 في V2. لأ بدنا V2، إذا V2 تساوي A1 في V1 على A2 وتساوي كون المساحات بالسنتيمتر مربع ما في داعي لتحويلهن، وبالتالي A1 10 في V1 الآن 275 سنتي اللي هي نفسها هاي عبارة عن 2.75% متر لكل سكند، حولناها إلى متر لكل سكند حتى نطلع السرعة بوحدات النظام الدولي، فبالتالي في 2.75 على A2 اللي هي 2.5. لاحظوا هاي مع هاي كوحدة تختصر سواء كانت متر مربع أو سنتيمتر
مربع، وبقى عندي وحدة اللي هي السرعة، فبالتالي بيطلع معي الجواب بوحدة المتر لكل سكن. وبعد إجراء الحسابات بيطلع عندنا سرعة الانسياب في القسم الأصغر 11 متر لكل سكن، 11 متر لكل سكن. لاحظوا هذا المطلوب الأول، هذا هو المطلوب الأول. الآن بالنسبة إلى الضغط في القسم الأصغر، حتى نطلع المطلوب الثاني ب، نكتب معادلة برنولي بالنسبة للأنبوب الأفقي اللي هي بي 1 زائد نص رو في 1 تربيع يساوي بي 2 زائد نص رو في 2 تربيع. الآن احنا بدنا بي 2، اذا بي 2 تساوي بي 1 زائد نص رو عامل مشترك في في 1 تربيع وناقص في 2 تربيع. الآن بالتعويض وتساوي بي 1 1.20 في 10 أس 5 زائد نص في رو اللي هي كثافة هذا السائل 1.65 في 10 أس 3 في في 1 تربيع اللي هي 2.75 تربيع ناقص في 2 تربيع اللي هي 11 تربيع. بس الآن ناقص عندنا هون 11 تربيع، تسكر القوس بإجراء العملية الحسابية التالية وتساوي، بيطلع عندي جواب اللي هو الضغط في القسم الأصغر 2.68 في 10 أس 4، 2.68 في 10 أس 4 باسكال. نلاحظ بس من هنا انه السرعة في القسم الأصغر طلعت معي اللي هي 11 متر لكل ثانية، وهي أكبر من السرعة في القسم الأكبر. لاحظوا ليش؟ لأنه هنا عندي مساحة المقطع قلت، وبالتالي أيضا الضغط الآن لما عندي السرعة مساحة المقطع تقل، السرعة تزداد. لاحظوا السرعة تزداد، الضغط أيضا يقل. فلاحظوا الضغط 2.68 في 10 أس 4 في المقطع الأصغر، وفي المقطع الأكبر هو عبارة عن 1.20 في 10 أس 5. فنستطيع من خلال استنتاجات الأرقام أن نقارن علاقة المساحة مع السرعة من مبدأ معادلة الاستمرارية، وعلاقة اللي هو السرعة مع الضغط من مبدأ برنولي. السؤال الثالث ضمن نفس التطبيق، عند الشهيق يتحرك الهواء داخل القصبة الهوائية بسرعة 15 سنتيمتر لكل سكند، إذا في 1 يساوي 15 سنتيمتر لكل سكند اللي هو يساوي 15% متر لكل سكند. يتضاعف متوسط سرعة الهواء عند عبوره تخسرا. لاحظوا مساحة المقطع قلت، إذا سرعة الهواء بدأت تزداد، ضاعفت. إذا V2 تساوي 2V1. يتضاعف متوسط سرعة الهواء عند عبوره تخسرا أو تضييقا في إحدى شعبتي القصبة. افترض وجود انسياب غير انضغاطي وجد انخفاض الضغط في التخسر. لاحظوا الآن بده انخفاض الضغط في التخسر، وكأنه بيقول لي بدي دلتا بي اللي هي بتساوي بي 2 ناقص بي 1. الآن طبعا من معادلة برنولي، من معادلة برنولي اللي هي بي 1 زائد نص رو في 1 تربيع زائد رو في جي في اتش 1 يساوي بي 2 زائد نص رو في 2 تربيع زائد رو في جي في اتش 2. الان على اعتبار ان اتش 1 يساوي اتش 2 بالنسبه لهذه القصبه الهوائيه، يعني فيش هذاك التغير في الارتفاع، وبالتالي وكانني بعتبرها زي الانبوب
الأفقي، وبالتالي تصبح عند المعادلة اللي هو نطير الحد هذا مع الحد هذا، وبتصبح عند المعادلة اللي هو P1 زائد نص رو V1 تربيع يساوي P2 زائد نص رو V2 تربيع. الآن بدنا دلتا B، إذا B2 ناقص P1 بتجميع المعادلة نص رو عامل مشترك في V1 تربيع ناقص V2 تربيع، وتساوي نص في رو في V1 تربيع ناقص V2 عبارة عن 2 V1 كلها هاي تربيع، وتساوي نص رو في V1 تربيع ناقص 4 V1 تربيع. وبأخذ عامل مشترك بصير عندي نص رو في V1 تربيع افتح قوس 1 ناقص 4 الآن، وتساوي 1 ناقص 4 ناقص 3 على 2 رو في V1 تربيع، وتساوي ناقص 3 على 2 في رو اللي هي كثافة الهواء 1.29% كيلوغرام لكل متر مكعب طبعا من الجدول، وبالتالي 1.29 في اللي هي V1 تربيع اللي هي 15% تربيع، ويساوي بيطلع عند الجواب ناقص 4.4 في 10 أس ناقص 2 باسكال، هذا هو الانخفاض في الضغط. مراجعة القسم 3-4 صفحة 139. السؤال الأول، يلزم 30 سكند لملء دلو بالماء بواسطة خرطوم الحديقة، إذا سددت جزءا من فوة الخرطوم بإبهامك لتصبح سرعة اندفاع الماء ضعفي سرعته الابتدائية، فكم من الوقت يلزمك لملء الدلو؟ احنا بنعرف انه دلتا V على دلتا T بتساوي A في V، وهذا الكلام يساوي مقدار ثابت، فمهما غيرت انا في مساحة المقطع راح يتغير عندي السرعة، قللت مساحة المقطع بتزداد السرعة، زدت مساحة المقطع بتقل السرعة، ولكن حاصل ضرب الكميتين بعطيني دائما مقدار ثابت، فبالتالي إذا بلزمنا هون، ولذلك معدل التدفق دائما مقدار ثابت، ولذلك بنقول بلزمنا من الوقت أيضا 30 سكند. ليش؟ لأن معدل التدفق الحجمي ثابت. السؤال الثاني، يتدفق الماء بضغط 3×10^5 باسكال، داخل أنبوب أفقي، الأنبوب أفقي بسرعة 1 متر لكل سكند، ويضيق الأنبوب إلى ربع قطره الأصلي، بمعنى أنه R2 يساوي ربع R1. جد ألف سرعة التدفق في الجزء الضيق اللي هي V2، ب الضغط في الجزء الضيق اللي هي P2. الآن A2 أو V2 نطلعها من المعادلة الاستمرارية، A1 في V1 يساوي A2 في V2، ومنها V2 تساوي A1 في V1 على A2، ويساوي A1 اللي هي باي في R1 تربيع في V1 على باي في R2 تربيع، و R2 تساوي ربع R1. لاحظوا ربع R1 اللي هو ايش؟ تربيع.
وتساوي باي مع باي بتروح وتساوي في 1 طبعا وآر تربيع على 1 على 16 وآر وقع